يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. هلا والله بالشاورما البطلة، هذه لك شطة كاتشب مايونيز يجي يا ندم، وهذه لك يا كفتة بدون شطة بدون كاتشب بدون مايونيز بدون مخلل بدون بطاطس، كان طلب تميس يا زيلك. يالله ما هو، وهذه لا هذه لك بدون مايونيز، كفو عليك، وهذه زيادة شطة لك يا عزوز. ايه ابو عزيز انا في حالي يا ابوي، انا اللي فيها مكفيني ونفسيتي مصدودة عن الطعام. افا وش العلم يا خوي؟ محلة كماليات، محلة كماليات اللي ورثته أمي من جدي بعد 30 سنة رحني اضطرني قفله، كانت لقمة عيش أنا من ظهره ونأكل ونشرب منه، هنقفله. وأزيدكم من الشعر بيت، أنا لازم أرجع جدة بكرة ضروري، تدروا ليه؟ جدتي بسوي عملية أدعو لها بالشفاء. الله يشفيها. عملية إيش؟ الله يبعد عنكم كل أذى ومرض. لوز مسكينة، كم مرة أنبهها يا جدة لا تأكل الإسكري، يا جدة الإسكري ماذا مو كويس، يا جدة سكاكر ومثلجات هذه ما تصلح، ما في فائدة. أكلت الإسكريم وضربت عندها اللوز. أبشر بالفزعة يا خوي. والله العظيم رح تفزعوا، ترى المحل كبير والعمار كلهم سافروا. أفا عليك يا عزوز بسافة، حنا نشغل لك المحل زي أول وأحسن. والله هذا العشم، والله إنكم إيكا والبقية في الدكة يا ماركات أنتوا يا أصدقائي، بس والله أنا ما أنصحكم الصراحة لأنه المحل كبير وفي له روحة وجاية واستيقاظ باكرا، بس إذا أنتم مصممين أوكي، بس عندي شرط. تتشرط كمان؟ إيوة تشرط، في البيزنس ما ينفع تدخل العاطفة، رح أصرف لكم لكل واحد فيكم 100 ريال في اليوم. أفا عليك يا عزوز، أفا بس ما هقيتها منك، حنا جايينك فزاعين ما نبي منك شيء. عليها حركات هذه؟ ألعب على غيري حبيبي، لا يخدم بخيل، وبعدين توتو على كبوتو عشان بكرة النهار لا تحسبوها جميلة علي. انتبه. طبعا يا حبايب هذا هو محل الكماليات حق جدي الله يرحمه ويغفر له. أهم شيء يا حبايب الزبون أباكم ما يخرج من هنا إلا هو راضي، وكان جدي دائما شعار الله يرحمه العميل أولا. العميل إيه؟ أولاً. العميل إيه؟ أولاً. أبشر بعزك، ازهلها. لا تشيلهم يا عزوز، رح جدة وانت مطمن ومرتاح، بس نبغاك يعني قبل ما تروح ترتبنا وتنظمنا، من فينا راح يكون المدير؟ أنا راح أكون المدير بس عن بعد. إيه سلامات، أنا ما حد مدير علي، أنا المدير هنا. ما حد مدير علي يا بوي، أنا مدير نفسي. وأنا ما أبغى مدير، جاي فزعة. خلاص يا حبايب كلكم مدراء المعرض، بس عامر راح يكون المشرف. أهم شيء مو مدير. خايف استقعد لك يا ورع. خلاص يا خوان، قلنا هو المشرف. وبعدين نسيتوا جدتي اللوز، بيشيلوا لها اللوز حقتها، وأنا لازم ألحقها وأكون معاها. دعواتكم لها بالشفاء يا حبايب. كي أكمك أنت يا جدة يا مسكينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام عليكم، أدعو لها بالشفاء يا أخوان. الله يشفيك ويشفيها. والآن أبوزع لكم المهام. عامر حطني في مكان مريح، ما أبغى نكرف. سلامات، ترى الرجال دافع لك فلوس يعني بخشم الريال، كل يوم يعطيك 100 ريال. أنت أبى أحطك قسم الألعاب والأطفال. يس هذه أمنيتي. وأنت يا شكش أبى أحطك بقسم الملابس. وأنا؟ أنت تنفع كاشير لأنك محدد الشنب. إيه أهدى، لا تقعد تتمر علينا، كلنا بنهوى سوا. إيه لا تنفخ، لا خليك حمالي الحين. يلا ربع ساعة وكل واحد في موقعه. أوكي. وشعارنا هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. انصراف. أبوك يا المدير البطل.
قول يا واد كيف بتسافر وتسيبهم في المحل؟ يا ماما هذول اصحابي مره ثقه عمياء، وبعدين بالله لو جبنا عماله تدري قديش راح نخسر فلوس؟ اول شيء استقدام بدل سكن، تامين صحي حنطفل. لكن هذول اصدقاء الصدوقين عن المرء لا تسال فاسال عن قرينه، يمسك المحل عدم السرقه عدم النهب. اقول لك على شيء عندهم تخصصهم اصلا مشقه وتعب. هذول يا ماما ضد الكوارث الطبيعيه والمناخيه، ضد التعب، هذول ناس حريقه يا ماما حريقه. حريقه اللي في رابطه الاتحاد؟ لا يا امي مو حريقه اللي فلتي مع صالح قرني، قصدي هذول تخصصهم مشقه وتعب، شغلهم حريقه كده هيلمان وشكبش. الو شيشني وحشني زكريا. الامور هيك، حجزتوا الكباين؟ كله تمام؟ ايام هابي بالصلاة على النبي، نبغى شعارنا العب حتى تتعب، نبغى ننبسط. اسمع زيكو تكفى تعلي على المطار في الوقت المناسب. خلاص زيكو حبيبي، ايام هابي بالصلاة على النبي. يلا يا امي هتوحشيني. يا ولد عندك شواحن؟ شواحن؟ يا هلا والله ومسهلا، نورت المحل يا شنبو. هالبقى هامرني وش تبي؟ نبي شواحن. بس شواحن؟ ابشر بعزك. عليها ضمان. عليها ضمان وما جاك علي. ورني اياها. امشي امشي قدامي. ابو الشباب انا بسافر شرم الشيخ وابي شورتات قويه من الاخر. اهلين عزيزي العميل. عندك شو الديزاينات هذه جديده واليوم نازله، بس لمين؟ جدتي اكيد لي. لك انت كم مقاسك؟ 4X 1 ال 4X 4X بكل ثقة قاعد تقولها. متخيل شكلك انت وانت متكي كذا على الشاطئ والمطبات الهوائية دي كأنك حوت. تجيب لي شورت ولا فقع وجهك. عامر عامر سلامات سلامات سلامات، خير ان شاء الله. وش فيك متفلت عزيز العميل؟ ابي شورتات هالحين الحين تطلعوا لي واحد. كل هالزحمة عشان شورت؟ ابشر بعزك بس لا يكون لك. اتحداك السروال البطل عاد الحين. تبين اوصل لك بالهلي ولا اشحن لك بسطحه؟ لا حطه في صندوق موتري. ابشر ابشر بعزك. طب اسمع لا تنسان من السنابات بشرم الشيخ، وترى يضبط عليك التان، لا تنسى تسوي تان. اوكي هلا والله بالمسافر البطل. حسابك 380 بس عشانك خليت الحساب 300. يوه ما عندي الا 100 ريال، ما توقعتكم غالين كذا. خلاص ما عاد اجيكم مره ثانيه. لا 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 خلاص اعطيني ذا 100 وجيب الباقي بعدين. وليه هذا كله؟ عشان شعارنا العميل اولا. وين المدير؟ وين؟ هلد هلد وين المدير؟ انا المدير بس ما لي دخل. شلون مالك دخل؟ طقطق علينا انت؟ لا يعني بس مدير شكل. شكل؟ اركض فديتك، وش فيك متفلت عزيز العميل؟ معطيني شاحن خربان، رجع فلوسي. سلامات، هذا الشاحن قديم ولا عندنا مثله، تلعب علينا انت؟ يا رجال هات من العب عليك. والله لا اشتكيكم وحوسكم حوس، تغريب وتقفيل وترحيل. تغريب وتقفيل اوكي، بس ترحيل فاهم غلط انت، ترانا سعوديين، ومع ذلك ابشر بعزك، مالك الا شاحن جديد وابشر بالحق. تفضل حياك الله على عشاك، هذه ذبيحة كاملة وفوقها 20 شاحن. يا ربع الموضوع ده علشان ايش؟ لأنه شعارنا هو العميل أولا. هو العميل أولا. هو العميل أولا. تفضل يا الربع. لا العميل أولا. العميل أولا. العميل أولا. وأنا الثاني يا عيال. وأنا وأنا بسم الله. يا عيال هذا اليوم الثاني لنا بالمحل، ما نبي العميل يطلع إلا هو راضي، لأن العميل يجيب عميل، وشعارنا هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. انصراف يا أبوي. إيه أبغى إجازة كذا يومين بروح جدة يا أبوي، أنا تعب وكرب. إيه لا تسوقها، ترك ما دومت إلا لك يومين وأنت بريح قسم،
لانقلك الحين نقل تاديب لقسم المنظفات. والله انت تطلع الريحه من راسك وتصدع. ايه اهدى من كذا، تراني زي زيه. لا تخليني. ها لا تخليني وشو؟ ورشي اشوى. شعارنا هو العميل اولا، هو العميل اولا، هو العميل اولا. انصراف. اسم الكريم كفتة. وين عم مليون يا كفتة؟ اسمع، انا عندي سفان ما ابغى المسبح يكون عميق ولا في ثقب، عليك وجه الله ما تبيع لي الا بضاعة مزركشة. موجود ولك حق التجربة. متى؟ هذا المسبح على الشر. كيف المسبح يا ولدي ظافر؟ رهيب ظل يبا. بكرة من نبت الصايم بشتري لك وعلى نخرة تيتا. أهلين وسهلين، كيف أقدر أخدمك؟ بكم ذا يا الحبيب؟ ذا؟ ب200. كأن في ريحة. ريحة؟ هذا قديم بس مجدد، هذا الإصدار ما تلقاه بالشكل ذا، والريحة دي إلا عندنا. يا أخي أنت جوي، أنا أحب الأشياء المميزة. بما أنك تحب الأشياء المميزة، بسوي لك عرض خاص ومميز. إذا حسبت عندي كاش هنا بمية ريال، إذا نزلت تحت الكاشير 200 غالي. خلاص بشتريه. أبي مسدس يا بابا، أبي مسدس يا بابا. خلاص أبشر وأنا أبوك، بشتري لك مسدس، وهذا هو المسدس اللي لقيناه، يلا خذه وأنا أبوك. مساء الخير، كم عمر ولدك؟ عمر الله يصلحه 7 سنوات. 7 سنوات وتشتري المسدس؟ اتخبلت انت؟ وش فيها؟ ترى مسدس لعبة. اليوم يشيل مسدس لعبة، بكرة يشيل على كتفه RPG حقيقي. انت تعلمه على اجرام. اي اجرام؟ لا تكبر الموضوع. اقول لك، ليش ما تودي الحديقة اللي في الحارة؟ تخليه ينبسط ويلعب ببلاش، بلا خساير. هيا هيا هيا. والله انك صدقت يا لجودي. يلا مشينا انا ابوك، نبى نروح نلف الحديقه مجاني، بلا خساير، بلا وجع راس. انا ابوك. لا يا بابا، انا بالمسدس. يا ابوك انا بنروح نلف الحديقه ونستانس انا وياك، وامر الله مساعة. مشينا يلا يا حبيبي مشينا. شاريه من عندكم وقلت لي يكفي 10 اشخاص، سويت فيه كبسه حمام الحالي ولا كفاني. بعذر ما كفاك، ما شاء الله عليك تانكي. المهم وين الفاتوره؟ غسلت الخدامه مع الثوب. لا يا شيخ، تسوق علينا انت؟ طب ورا ما غسلت الصحن قبل ما تجيبه؟ والله اني مغسله في براده عندنا في الحاره، لكن تعرف كبسه الحمام وزفرها. اما عاد حمام، من وين جايبه؟ شاري لي 20 طير، تبي طرف لك 2 3؟ ابشر. كفو والله، اي يبي لها حمام، بس اسمع ترى بحقه، ابعطيك بدالها حافظتين اصليه، وبدال الصحن ذا الان يحضر لك صحن كبير. بيض الله وجهك. وجهك. مثل ما اتفقنا عزيزي العميل. اوكي، مثل ما اتفقنا. كل شيء تمام؟ 100 100. ايه سلامات، داخلين شاليه انتم؟ جبت لا ماخذه معايا ولدي وولد اختي، نجرب المسبح الثاني لا يكون يخر ولا شيء، والتجربه خير برهان. لاقينا انتم حكمتك يا ابو برهان، تسوق علينا. ومن اللي قال لك ان نجرب مسابح هنا؟ موظفكم الله يجيب لي اسمه. لا ماخذه الله يجيب لي اسمه. ايه كفته كفته. الله يقلعك يا بابا صنفور. وش ذا يا كفته؟ مهبول انت؟ انا ابغى العميل راضي، لان عزوز يقول لي العميل اولا. اطب عليهم حيفره. لا لا لا، ممنوع يا عامر، لانك مو عميل. اي صح. لو سمحت، انت تشتغل هنا؟
ايوه انا اشتغل هنا، انا مدير قسم الملابس، وهذا المكان فاضي بنغطيه. لسه ادور زمزميه ونقطه حمراء ما لقيتها. زمزميه وفي نقطه عندها عنقل ونقطه حمراء مدحت لي اياهم سعد. هذه من افضل الثلاجات عندنا، وكمان تخلي الشاي منعنش. ابغى من نقطه حمراء. طيب اجيب لك اياها من المخزن. ما بقت لك اصليه. ما عندي سروال مشقوق وتقول لي اهدى. اي اهدى الله يطول عمرك، وسروال بدل سروال مالك الا العوض. سلامات، وش فيكم؟ خويك بايع لي سروال مشقوق ويقول لي بدل السروال سروال، يرضيك الكلام ذا؟ لا والله ما يرضيني، واللي تبيه حاضر، لو تبي اشق سروال ياسر. اسمع انا ابغى رد اعتباري. ولا شف ترى في شكوى وفي تقفيل محل وفي غرامه وترحيل صح؟ يا عيني عليك وترحيل. تفضل حياك الله على غداك، وبعد الغداء ابشر بسروال جديد. انا تراضيني بدجاج وغيري بذبيحه؟ انت تعرف راعي الشاحن؟ اي هذاك يا سعد ولد عمي، وقال ان علومكم غانمه وراعي المواجيب. نصاب. وشعاركم العميل اولا. المعذره عزيزي العميل على السروال المشقوق، وبدالها سبع سراويل سنه وثلاث فنايل وثلاث سراويل مقوصر. تفضل يا مال الشحم. كفو كفو كالطيب، لانه شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. تفضل سمو. لا العميل اولا. بسم الله. انا الثاني. انتم خلكم عند السراويل. الله يغنيكم كثر خيركم. لا تنسى سراويلك عزيزي العميل. يا عامر ترى اللي جالسين نسويه ما يصير ابدا، الى الان خسراني 3000 ريال على ذبيحتين وكل من بيعنا في ذا المحل. يا ابن الحلال وش عرفك انت؟ هذا كله بمصلحة العميل، ولا تنسى تسجلها على بند الحفلات، لأنه حنا شعارنا هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. إلى الخيمة سر. أي إيش الطفش ده والملل يا عيال؟ من الصباح ما جل العميل واحد. والله طفشنا يا عامر، نبغى زباين ولا نروح البيت؟ يا عيال سوينا كل شيء عشان ننجح ولا جاء ذا العميل، أكيد في خطأ عندنا. عرفت الخطأ. وشو؟ لقيت لكم الحل اللي يخلي المحل يدهر من الزباين. لو ان محل ابوي ما تعبنا ذا التعب. يا عيال خوينا ويستاهل، وبكره يجي محله ويتفاجأ. احسن خليه يستلم محل امه ويفكنا. وربي تعب. يا صديق جيب شاهي. صديق جيب شاهي. ببغى انت. برافو عليكم ما شاء الله، ما خليته في المحل الا الغبره بس. كيف صرفت البضاعة دي؟ عفا عليك، وبيوم واحد بس. كل هذه من أفكار كينج التسويق ياسر. الشيء اللي سويته إني شفت فواتير البضاعة بالجملة، واكتشفت إن جدك النصاب الله يرحمه. الله يرحمه. إن الشيء اللي اشتريه بخمسة يبيعه بمية. جت على بالي فكرة. إن الشيء اللي نشتريه بخمسة ريال نزيد عليه ريال ونبيعه بستة ريال. إيش؟ كده أنتوا خربتوا بيتي. دمرتوا محل جدي. راح شوربة. انتوا تدروا ايجار المحل حاله 500,000. ناهيكم حق الزكاه والدخل، وغير كده فاتوره الكهرباء. خربتوا بيتي، راح اتقم منكم.